المقصود من كلامي عن استمساك بكتاب الله عز وجل. ثم كل سورة والتي بعدها تبص دي واللي بعدها. طب دي علاقتها ايه بدي؟ طب ليه دي بعد دي؟ طب علاقة الآية الخاتمة دي بالاستفتاح ده ايه؟ يعني ادي حضرتك مثال. آخر سورة النحل ايه؟ آخر سورة الحجر ايه؟ واعبد ربك حتى استفتح النحل بعدها أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ختم النحل بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، صح كده؟ استفتح بعدها الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. يعني يعني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لكن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عند الله عز وجل بأعظم معية. سبحان الذي أسرى بعبده. ختم الإسراء بقوله إيه؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. استفتح بعدها الكهف إيه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. واضح الترابط آخر السورة أول ده السورة بعدها ختم ترتيب وترتيب عجيب جدا لمن نظر. يعني أضرب حضرتك مثال في جزء عام. ربنا عز وجل يقول مثلا إيه؟ من أول ألهاكم التكاثر. يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني الناس أصابها الالتهاء بقضية التكاثر في الأموال والأولاد. قال بعدها إيه؟ بعد سورة التكاثر إيه؟ سورة إيه؟ والعصر. إن الإنسان إيه؟ لفي خسر. كل جنس الإنسان خاسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كأنه يقول إن الناس كلها ألهاها التكاثر وجنس الإنسان كله خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واللي بيلهي الناس إما الاعتزاز بالأموال وإما الاعتزاز بالأولاد والسلطان والجاه. فقال بعدها ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وهذا نموذج آخر بعد الاعتزاز بالأموال، نموذج آخر متعلق بالاعتزاز بالملك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لا ذا نفعه ولا ذا نفع. ثم قال هذا الذي فعله الله بأصحاب الفيل حفظ به البيت الحرام، صح؟ مين استفاد من الموضوع ده؟ قريش. قال لإيلاف قريش إيلافيه رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت اللي زكوا فين؟ صوت الفيل، صح؟ الذي أطعمهم من جوع، لأن بقاء البيت ده كان سبب إن الناس تجيب الثمرات مع إن البلد غير ذي زرع، وإن البلد تكون آمنة عشان فيها الحرام. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فما بالهم يمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولئن منعوك فإن الله قد أعطى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر. شريطة أن تعلن براءتك من هذا الشارئ الأثيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدكم دينكم ولي دين. فإذا تمت البراءة الكاملة من هذا الشرك فقد تم الأمر لك وقد جاء نصر الله والفتح. حينها قد جاء نصر الله والفتح وسترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا وستصعد جبل الصفا لتقول كما قلت وتخطب في الناس كما خطبت أول أمرك حين تصعد جبل الصفا وقلت إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال لك أبو لهب تبا لك سائر اليوم هذا جمعتنا. قال فإذا جاء نصر الله والفتح فقد تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وإذا تم ذلك فاعلم أن كل هذا من فضل الله الواحد الصمد. فقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واعلم أنه ما تم شيء إلا أعقبه نقصان. فاستعذ بالله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وتلك أجناس الشرور وأصولها. وبقي الاستعاذة من شر الجنة والناس. استعذ بالله ملك الناس إله الناس رب الناس ملك الناس إله الناس. وهي هي ذات الأسماء التي استفتح بها كتابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين.